الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض تشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني حميد. خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير،
كثير. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى صدق الله العظيم.
ما شاء الله سبحان الله اللهم زد فزد. یہ اس پروگرام کا آخری طالب علم تھا جس نے آپ کے دلوں کو جلا بخشی اور بہت ہی بہترین انداز میں قرات سبا میں پانچوں سوالوں کے جواب بہت بہترین انداز میں پڑھے. یہ تھے حافظ محمد مدثر بن حبیب اللہ. ان کے استاد محترم ہیں قاری ہارون الرشید صاحب جامعہ بن نوریہ قرات سبا.